صيام 5 مباريات معرف فيها الفريق طريق المرمى وطعم الفوز. نجح التضامن سور بكسر عقدة التسجيل يلي دامت 500 دقيقة، وعاد من جوني لصور وبجعبته أول 3 نقاط بعد انتصاره المهم على السلام زغرتا بهدفين من دون مقابل بالمباراة يلي احتضنها مجمع الرئيس فؤاد شهاب بجوني. وبعد شوط أول سلبي من الطرفين انفرجت أسارير عشاق التضامن بعد ما نجح اللاعب الفلسطيني الواعد عدنان سلوم بالتوقيع على أول أهداف الفريق هالموسم بطريقة مميزة. قدرنا نحصد أول 3 نقاط بالدوري بعد صيام التضامن عن التسجيل. نحن كنا كتير عم نوصل بس ما عم نتوفق، واليوم الله أكرمنا وقدرت سجل إلي أول هدف إلي بالدوري، وإن شاء الله رح نمشي على سكة صحيحة. بعد الهدف واصل التضامن ضغطه بحثا عن تأمين النتيجة، ونجح مصطفى نور الدين بإضافة الهدف الثاني بعد ما أرسل كرة عرضية خدعت الحارس الزغرتاوي واستقرت بالمرمى. ما كنا عم نسجل جوال، مش قصة انه ما عنا هداف، بس الحظ كان عم بيعاندنا، وهالشي لاحظوا كتير بماتش الأنصار، عملنا عليهم فرص كتير، وحتى بماتش العهد هتنين الكبار بالدوري. فوز التضامن جعله يتخلى عن المركزين الأخير وما قبل الأخير للمرة الأولى ويصعد للمركز العاشر. أما السلام فبقى الوحيد من دون أي انتصار لحد هالوقت، متذيلا جدول الترتيب بنقطة يتيمة.